في تحرك مفاجئ لم يعلن قبل تنفيذه، توجه ناشطو حملة جي التغيير من منطقة الزيتونة باي إلى منطقة الروشي لنزع السياج الحديدي الذي يفصل الكورنيش البحرية في منطقة الروشي عن منطقة الدالي، في خطوة جديدة لاسترداد الأملاك العامة المسلوبة من الشعب. اليوم شلنا كل السياج وحنستكملها بخطوات، لأنه تسييج ملك عام وحق عام هو أمر غير مسموح، وهو أمر غير مسموح بالقوانين. في عيال بتسكن تحت بالدالية من الخمسينات والستينات، في صيادين. نحن أعلننا تحرير هيدا المنطقة اليوم وباقيين. نحن من هلأ عم نقول لهم ما حيضلوا، ما باقيين، ما يفكروا فيهم يموتوا هيدا الحراك. في شي خطوة تانية غير نزع الشريط هون هالسياج الموجود؟ ما في محل مسكر للشعب حيبقى مسكر بهاي الطريقة، ولا يمكن بقى، خلص انتهت. يعني اليوم محله، بكرة محله، وجمعة الجاي ما حيبقى محل ببيروت مسكر بهاي الطريقة. هي مش الخطوة نزع الشريط، هي الخطوة انه نحن شلنا هذا الحاجز، لحتى كمان يعني شلنا هذا الحاجز لحتى نشوف شو عم يتعمر تحت، لحتى تشوف العالم شو عم تتعمر تحت، لأنه تحت مش لعمارهم ومش لبطونهم، تحت هي الأملاك اللي قلنا، هي للولد الصغير اللي قاعد مع بيه ومع أمه ينزلوا يقعدوا تحت، هيدي أملاكنا نحن، ونحن جايين عم نستردها، التحديد المزبوط إنه كنا عند الصفدة، وهلا جينا عند الحريري وبكرة عند غيره لقدام. الناشطون نجحوا في نزع كل السياج الشائك على طول الكورنيش البحري أمام أعين القوى الأمنية، ثم انتقلوا إلى بحر الدالي حيث احتفلوا بنجاح هذه الخطوة على طريقتهم الخاصة. هاي الخطوة منا كافية، إلا في أوراق قانونية تزورت لازم كمان تسترجع، ولازم نخاض معركة قانونية ضد اللي سرقوا الدالي وغيرها. ولكن اليوم هذا الحراك مش مجرد أنه ناس وصلت على البحر، لا، هذا الحراك المفروض اليوم يرجع يعمل إعادة تثقيف للطبقة السياسية اللبنانية اللي عم تحاول تحارب شعب تاريخيا ما بيتحارب. اليوم مش أول مرة بتاريخ لبناني منشوف شرطان شائكة عم تنشال بالأيادي، لا، سبق وصار هالشي بقرنون. عنا قناعة أنه الأملاك البحرية انسرقت من العالم، وهيدي واحدة من الخطوات اللي عم نجرب نعملها تنستردها. بعتبره انتصار صغير جديد، أول مرة على البارك ميتر، وهلأ قطشنا السياج اللي عملتها الدولة لتحرم الشعب حتى من البحر، من البحر بده يحرمونا. نحن حملة بدنا بحر بعد بكمجي، رسالة لكل المعنيين والسياسيين أنه نحن اجتزنا فوق هول السياج حاطينه فوق، وفتنا لهون وصلنا على البحر، واذا الله راد حنشفط البحر ونطلعوا على بعلبك. شكرا. بدنا بحر ببعلبك، وبدنا بحر ببعلبك، وبدنا بحر. ولأن الأملاك البحرية مش لولا زعيم، عادت دالية الروشي إلى أهل بيروت منزوعة الشريط الشائك في خطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لاسترجاع كل الأملاك العامة المسلوبة.